استاذ عبير بنرحب بيكي معانا في فركش تي في، وعايزين حضرتك الاول تكلمينا عن اطلالتك. دايما بتتميزي باطلالات راقيه قوي وحاجه شيك جدا، تنوري. ربنا يخليكي، ميرسي قوي قوي. الحقيقه البستان ده انا جايباه من بره، يعني بيت ازياء بره، وانا الحقيقه بحب قوي الازياء. انا لو ما كنتش فنانه كنت لازم اشتغل في الازياء، لان انا بحب قوي اللبس وبحترم اللبس، يعني حاجه من الحاجات اللي بحبها وبحترمها في حياتي هي اللبس. وليد ترك دايما هو اللي بيعمل لي اللوك الجديد. النهارده قعدنا انا وهو نتخانق، يقول لي اعملك الويت لوك، قلت له لا انا مش هيليق عليا، انا وشي كبير، يقول لي لا ده هيبقى حلو عليك، وفعلا الحمد لله طلع حلو. اولا ريهام، انا بالنسبه لي ريهام حجاج بنتي، يعني انا بقول لها انت بنت من بناتي. هي فنانة بتحترم جدا الفن والفنانين، بتهتم بتفاصيل، بتهتم ان هي تقدم حاجة مختلفة، يعني دايما مسلسلها تلاقيه مختلف عن كل في حتة لوحده، ماشية هي عاملة لاين لوحده. فأنا مبسوطة جدا باللي هي بتقدمه الحقيقة. هي جميلة ومحترمة وراقية ومثقفة جدا وفاهمة في تفاصيل، يعني انا ببقى مستغربه ان فنانه فاهمه في تفاصيل التصوير والاخراج والمونتاج يعني كل تفصيله، ومع هذا هي بتدخل اللوكيشن كانها ممثله زي اي ممثل جاي يعمل دور مشهد او اتنين. ادب، ذوق، شياكه، احترام، شطاره، قاعده ديسنت محترم، تيجي قبل كل الناس، تمشي بعد كل الناس. يعني انا مهما مش عايزه اتكلم، هي ما شاء الله عليها، ربنا يسعدها ويهنيها، هي وجوزها واولادها، يا رب يا رب ان شاء الله. والله اشتغلت كانها مش حامل، بس يعني انا بقيت ادعي لها لان انا بحبها جدا. انا يعني بحبها لدرجه ان هي ما كلمتني وقالت لي انا ولدت بقيت اعيط، يعني والله انا بقيت اعيط كان بنتي اللي ولدت، من كتر ما انا فرحانه بيها ومن كتر ما انا بتمنى لها كل خير. ربنا يسعدها ويخلي لها اولادها ويخلي لها جوزها النائب المحترم محمد حلاوه. عايزين نعرف بقى ايه الجديد عند حضرتك الفتره الجايه؟ ان شاء الله في فيلم مهم، ان شاء الله قريب داخلاه، وفي مسلسل كمان اوف سيزون. اعتذاري برضو بنفس اللي هو السيده الهاني مش شيك، لا الفيلم طالع فيه ملكه يعني بجد. والمسلسل لا، مسلسل دور مختلف. بصي الوزن ده احنا بنحارب فيه، لان انا لما بشم الهواء بدخن، فبحارب على موضوع الوزن ده. بس دايما بقول كل واحد يشوف الحاجه اللي بتليق له ويلبسها، يعني انا في الوان ما اقدرش اقرب منها خالص، مع ان الناس تفتكر تقول لك لا كل الالوان تليق عليك، لا في الوان تبهتني، في الوان ما تدينيش طله. فكل واحد بيبقى له الوان معينه بتليق عليه، وفي موديلات بتليق على ناس، موديلات ما تليقش، يعني الطويله غير القصيره، انا قصيره ومليانه فلازم البس ستايل معين، غير ما تكون واحده طويله وممشوقه فبتلبس براحتها، يعني فده حسب برضو شكل وحسب المناسبه. يعني انا رايحه دلوقتي ريد كاربت البس حاجه طويله وحاجه إليجنت كده، لكن انا لو مثلا في حاجه يعني رايحه كاجول هلبس كاجول حسب زي ما بالظبط في المسلسل. ساعات ببقى لابسه لبس في البيت وببقى نازله بلبس تاني. لما بنقول ملك الكل بيتفاجئ انها بنت حضرتك، يعني فما بتظهروش كتير مع بعض. لا احنا مع بعض على طول، بس يمكن ما بنظهرش في السوشيال ميديا. احنا بقى عن الدوره، استاذ محمد رياض دي اول دوره ليه، شفنا تطور كبير قوي عن الدورات اللي فاتت. حقيقي لان دايما بقول استاذ محمد رياض فنان ملتزم ومحترم وراقي وبيعشق فنه، فاطفى روحه الجميله ببصمه حلوه على المهرجان، وده باين في كل فعاليات المهرجان. من اهمها طبعا الاسم الكبير اللي كلنا بنشرف ان احنا تحته، الاستاذ الجميل الايقونه عادل امام. زائد كمان التكريمات اللي اتعملت حاجه مشرفه جدا وحاجه مهمه جدا للفنان ان هو يتكرم في حياته، لان دايما بقول الفنان بيضحي بوقته وحياته الشخصيه، ساعات ببيته، ساعات باولاده، ساعات براحته وبنومه وبصحته، عشان يقدم للناس حاجه كويسه. زعيم عايزه اقول له انا بحبه قوي قوي قوي، ربنا يديله الصحه والعافيه. مصر كلها بتحبك وبتحترمك، الوطن العربي كله، يعني حتى الكوميدي، كل الكوميديانات اللي جايين ماشيين على نهجه،
يعني كل اللي جم ماشيين على نهجه، هو ايقونه، هو قدم ما شاء الله كم من الافلام ومن المسرحيات ومن حاجات فعلا اثرت الفن المصري والعربي.